مرحبا. برنامج أجندا، البرنامج يلي دايما بعرفكن على كل شي عم بيصير بلبنان على الصعيد الاجتماعي الثقافي والفني. فتقديرا للجهود يلي قدموها من خلال محاولتهم لنشر الثقافة الإسبانية بلبنان والعالم العربي، حبت السفيرة الإسبانية بلبنان أن تكرم ثلاث شخصيات أعطوا الكثير. هن دكتورة نادية شعبان، دكتور عفيف الترك، ودكتور أنطوان خاطر. الاحتفال صار بقصر شاب وجمع عدد من الوجوه والأصدقاء. تكريم خاصة للجماعة الإسبانيستاس اللي درسوا في إسبانيا واهتموا بالتاريخ الإسباني العربي أو العربي الإسباني أو الأندلسي كمان سنعني. طبعا تكريم للأشخاص اللي اهتموا بهالدراسات، ونحن فخورين أنه نهتم نكون من جماعة يسموهم الإسبانيستاس. أنا بحب أقول إنه نحن بإسبانيا وبلبنان شعبين نحتل الطرف الأقصى في غرب المتوسط والطرف الأقصى في شرق المتوسط، وعلاقتنا مع إسبانيا تعود إلى ما قبل الميلاد، يعني من أيام تأسيس قرطاجة وقادش، وعلاقاتنا التاريخية والعلاقات الثقافية تعود إلى القرن السابع عشر، يعني مش من بارح. Pour nous, c'est-à-dire pour tous les Espagnols, mais bien sûr pour l'ambassade d'Espagne surtout, c'est un honneur la possibilité de reconnaître le travail de ces trois personnalités dans le monde de l'hispanisme, c'est-à-dire ceux qui ont arrivé à travailler sur le monde de la culture espagnole pour l'amener dans le monde, dans ce cas libanais, traduire, écrire, connaître l'histoire, notre pensée, notre poésie. Alors bien sûr, c'est une fête, moi je suis enchantée. Alors j'espère qu'ils vont passer un bon temps et que tout le monde va être très content ce soir. هيدا تكريم طبيعي بيعني لي كثير، لأن إسبانيا هي البلد اللي مثل لبنان ما فيك تفصلي عن شخصيتي، يعني أنا مش بس لبنانية خالص، لبنانية عربية خالص، أنا إسبانية بذات الوقت، لأنه كل تفكيري وكل ثقافتي كانت إسبانية، يعني إضافة للعربي، وبحس إنه إسبانيا عطيتني كثير، يعني إسبانيا هي كانت نافذة لإلي على العالم. عند مغيب الشمس وبموقع من أجمل المواقع ببيروت، أعلنت مجموعة فنادق انتركونتيننتال عن افتتاح ستي بريدج سويتس ببيروت، واللي بيقدم 121 جناح بيتميز بإطلالة بانورامية، وكل التفاصيل بهالتقرير. افتتح فندق ستي بريدج سويتس ببيروت بشارع فيردان بوسط بيروت، على بعد مسافة قصيرة من شارع الحمراء ومنتزه الواجهة البحرية والجامعات المحلية بما في ذلك الجامعة الأمريكية ببيروت أيوبي، وبيقدم الفندق 121 جناح بإطلالة بانورامية على المدينة على طراز الشقق، مصممة لتوفير الراحة المنزلية بعيدا عن المنزل.
هلا ستي بريدج هو مجموعة فنادق تابعة لسلسلة فنادق انتركونتيننتال هوتيلز جروب. نحن ببيروت هيدا بيكون الأوتيل السادس لهالمجموعة بقلب لبنان. انت عارفة انه المجموعة بتضم انتركونتيننتال، بتضم الكراون بلازا، الهوليدي ان، وهلا اجت على المجموعة جديد ستي بريدج سويتس بيروت. هيدا الفندق هو عبارة عن أوتيل بس كل الغرف فيه مكون من أجنحة عالية الجودة وعالية الديكور لحتى يخلي الزبون يحس كأنه هو قاعد ببيته بس بخدمة الأوتيلات. دقائق صغيرة مع الإعلان ومنرجع معكم لنتابع أجندة، ما تروحوا لبعيد. افتتاح سمارت تاتش بلبنان وتحديدا بصيدا، حيث بتأمن تركيب أهم الأنظمة يلي بتسهل عليك حياتك وبتناسب احتياجاتك وميزانيتك، يلي بتساعدك على التحكم بمنزلك وأجهزتك بس من سمارت تاتش ومن خلال جهازك الخلوي. رح نعرفكم عن حالنا بالأول. نحن شركة هوم أوتوميشن، فيك تتحكم ببيتك بالإضاءة، بالأيسيات، بكل شيء، في كل شيء، في كابلات كهرباء، كل شيء، في وايرز كهرباء. نحن عنا فرعين، فرع أول هو ببيروت، هي شركة هوم تاكورد. بارتنر لقلنا هي الشركة الثانية بصيدا سمارت تاتش. هو السيستم ايبل انه يكون تتحكم فيه مثل ما بدك، فيك تعلي توطي اضاءه، تتحكم بالايسيات، تتحكم بكل شيء اسمه الارم سيستم، سي سي تي فيز، كاميرا، فيك تشوف السيستم اونلاين وين ما بتكون، ببيتك، برا البيت، فيك تعرف كم شخص فات على البيت، مين فات على البيت، بيبعث لك السيستم مسج، هذا المسج بيوصل على تليفونك او على التليفون يلي موجود عليه الابلكيشن. فيك تعرف الشخص يلي فات، فيك تعرف اي ساعه فات ومين اليوزرز، فيك تحط كذا يوزرز على السيستم، وبتتحكم فيه اذا كنت برا البيت من التليفون، من الايباد، من الايفون، من الاندرويد. فيك تفوت عليه سيستم الصوت، فيك تفوت عليه التي في سيستم، بتقدر تتحكم بكل أوضة بوضتها شو تحضر، channels TV وأوديو سيستم، بيتحكم بالبرادة كمان. هذا المشروع بوفر مصاري كتير على الناس، إنه بصير بتحكموا هن بمصروف الكهرباء عندهم، بصير بس يوصل لمت محدد هن بحاجة له، بصير بالأشياء اللي ما قالوا نعايز فيها بطفوها. يعني فيهم يعملوا ديمينج لللايت، الأيسيات اللي بقوض المالة لازم تصير طفي لحالها بعدم وجود أصحاب الأشخاص بهالغرف،
وهذا المشروع يعني بس نوفر كهرباء صرنا عم بتخف فاتورتنا وعم نساعد الدوله اللي صار سحب الكهرباء اقل عند كل الناس، صار مصروف الكهرباء على الدوله كمان اقل. المصممة سينتيا نخلي محلها الجديد Something Blue واللي بيهتم بكل مستلزمات العروس لتحضر حالها لليلة العمر لأفكار مبتكرة ومميزة. كل عروس بتحلم بأنه تكون أميرة بليلة العمر أو بأهم يوم بحياتها، وأنه تشع بثوب ليكمل شخصيتها ويتناسق مع شكل جسمها ولون بشرتها. مشان هيك حبت سينتيا نخلي صاحبة Something Blue يلي افتتح بالجميزة مؤخرا أنها تساعد كل صبية بتحقيق حلمها. حبيت افتح البوتيك لانه لاحظت انه قدام همين الاعراس عنا بلبنان، عنا يعني كميه محلات ساتين اعراس تنعاد على ايد وحده، سو حسيت انه ناقصنا يكون عنا محلات تليق لذوق الست المودرن اللي بتحب الذوق الحلو والرفيع يعني. سو بيست اون ذات طلعت شو كان ناقص بالسوق ولاحظت انه في كثير ماركات امريكانيه نحن ما عنا اياها، وبالاخص حبيت نقيت خمس مصممين كلهم من نيويورك بيصمموا وبيصنعوا بنيويورك، يعني توب كواليتي دريسز وبجيبهم على لبنان. مدن الأضواء عنوان المعرض الجديد للفنانة نايلة صاروفيم، وذلك بصالة بياس أونيك بالصيفي فيليج. كل التفاصيل بهالتقرير. افتتح بجاليري بياس أونيك بصيفي فيليج معرض الفنانة اللبنانية نايلة قاعي صاروفيم يلي كان تحت عنوان مدن الأضواء ويلي نظمته شركة سوليدار، حيث ابتكارات الفنانة بأعمال مزجت بين التصوير والرسم التوضيحي واللوحات للإضاءة على عدد من المدن وسكانها. أمسية شعرية للشاعرة باسكال سوما صارت بالحمرة وتحديدا بمطعم عرمرم. كل التفاصيل منشوفها سوا. هل سمعت عن امرأة صبت زيتا فوق رجل تحبه وأضرمت النار في صدرها حبا به؟ هل سمعت عن امرأة أقفل الوقت بابه على نهدها وصار ذاكرة أزمة؟ هل دخلت غرفة أرشيدها؟ هل قرأت شيئا؟ قل لي أيها الوسيم العابر قرب قهوتي، من يضيء الكون أولا؟ أحزان النساء أم السماء؟ من ينال أولا؟ أشتاق الرجال أم أفرح الزمر؟ كثير كثير أنت كحياة، وأنا بعض مني كفرس سقطت قبل آخر صهيل. بريك كتير صغير ومنرجع معكم لنتابع أجندة، خليكم معنا.
افتتح جاليري روشان الصيفي فيليج معرض مميز للفنانة ندى مشنوق عيده بحضور عدد كبير من الشخصيات والمهتمين. بختام مهرجان بيروت الدولي للسينما أقيم حفل عشاء بقصر سرسق بالأشرفية ويلي جمع عدد من الوجوه المهتمة بالسينما. إلنا الحظ عايشين ببلاد عندنا حرية كتير، بالشرق الأوسط معروف لبنان عنده حريات كتير بالنسبة لباقي البلدان، بقى من وراء هالتفكير وهالحياة اللي عندنا إياها هون نقدر نجيب أفلام من جميعهم، يعني ما كتير بيصعبوها علينا، مع إنه أوقات بيصير علينا مشاكل بالرقبة حسب الفيلم. هيدي واحد. هالسنة اللي بيميزوا عن غير السنين كانت تشكيلة رهيبة رهيبة رهيبة، أفلام بتجنن هالسنة. هو صحيح نحن اشتغلنا منيح، بس المهم أكثر كان الإنتاج هالسنة. مش معقول كل فيلم ورا التاني، ما منروح نحن ثلاث أشخاص بنسافر على مهرجانات، كل فيلم بتفوتي عليه بتطلع بتقولي مش معقول شو هالفيلم الحلو. يعني هالسنة كان إنتاج رهيب. Lost and Found عنوان المعرض الجديد للفنان إدغار مازجي ويلي تطرق لمواضيع مختلفة بالشكل والمضمون. قدم جاليري ارت اون 56 لوست اند فاوند معرض الفردي للفنان إدغار مازجي، حيث تطرق لمواضيع عديده ومختلفه بالشكل والمضمون. نوصل لختام حلقتنا لليلة من أجندة. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الاجتماعية الفنية والثقافية، ما تنسوا ترسلونا على البريد التالي agenda@future.com.lb. أنا زينة جنبي بودعكم وبقلكم باي.